بناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين الى الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بسيت الشحمي تفيد بسرقه محصول لاشجار الزيتون لاحدى الحقول، على اثرها تم تشكيل دوريه وتنقل الى عين المكان حيث تم ضبط المشتبه فيهم بصدد نزع محصول الزيتون. ويتعلق الامر باربعه اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 الى 27 سنه ينحدرون من ولايه وهران. تم توقيفهم واقتيادهم الى مقر الفرقه للتحقيق معهم، كما تم استرجاع حوالي قنطار ونصف من الزيتون وحجز مركبة نفعية كانت تستغل في عملية السرقة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينية حول تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة محصول زراعي باستعمال وسيلة نقل.